أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية صدرة صباح اليوم، وأهلا بكم إلى التفاصيل. تعاون مصري مجري في عدد من المجالات. غضب ليبي وإقليمي بعد الاتفاق مع أردوغان والسراج. وتركيا تتهم فرنسا بحماية الإرهاب في سوريا. أهلا بكم من جديد. واحتجاجات العراق لا تزال تلقي بظلالها على عناوين الصحف، وهو الحدث الأبرز في جولتنا اليوم. البداية من صحيفة أخبار اليوم ومقتضى الصدر: إذا لم يستقل عبد المهدي فهذه بداية نهاية العراق. إقالة رئيس خلية إدارة الأزمة في ذقار بعد اتهامه بقتل المتظاهرين. حكومة عبد المهدي أمام امتحان مجزرة الناصرية. ومن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: بعد مرور أقل من 24 ساعة على تعيينه قائد عسكري يخلف فوضى دامية في الناصرية ويرحل. ومن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: جنوب العراق ينزف يوما دام وحداد في الناصرية وإقالة القائد العسكري في محافظة ذقار. وتوتر في النجف بعد ليلة حرق القنصلية الإيرانية، والمرجعية الدينية ترفض تدخل الحشد الشعبي لحمايته. وفي الخليج: منحوا 255 قتيلا وجريحا بيوم دموي في الناصرية. حظر تجوال في النجف بعد حرق القنصلية الإيرانية. ومن البيان الإماراتي: عادل عبد المهدي وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ذقار والنجف. ومقتضى الصدر: لن أشارك في أي انتخابات أو حكومة في ظل الطبقة السياسية الحالية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. برحب بك أستاذ صبري بداية. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليك أستاذ صبري، يومك سعيد إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليك وعلى كل اللي بتحبهم يا رب. أستاذ صبري، في الحقيقة طبعا بسأل حضرتك عن قراءة حضرتك للقضية العراقية والاحتجاجات المستمرة، وكذلك ما تناولته الصحف حول العراق في ظل طبعا تصاعد الأزمة بشكل كبير، وأكبر يوم دامي أو أكبر حصيلة قتلى في هذا اليوم حوالي تجاوزت 45 قتيل حتى الآن. المشهد في العراق ينبئ بأنه الشعب العراقي الذي دمرت دولته ابتداء من مارس 2003 ولم تعد لها قائمة حتى الآن، ويعاني صراعات طائفية كبيرة، ويعاني تقسيما حقيقيا غير معلن بين الشمال والجنوب والوسط، ويعاني من تسلط دولة ما على مقدراته وعلى تسييره سياسيا، وعدم وجود أي نوع من التقدم في حياته. قرر أن يثور هذا الشعب على حاكمه اللي هو عادل عبد المهدي، الذي ينتمي إلى فئة أو طائفة تدار من خارج العراق. وعناد عادل عبد المهدي مع شعبه أدى إلى مزيد من الاحتجاجات وتصاعدها، وأدى أيضا إلى مزيد من الدماء، لأنه معيار استخدام القوة أمام المواطنين المحتجين بالألوف لم يعد هو الذي يحقق الردع أو الخوف لدى هؤلاء المواطنين. ومن هنا كان عليه أن يتعامل مع هذه الاحتجاجات الضخمة التي لم تتوقف، والتي انتقلت من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، والتي نزفت فيها دماء كثيرة. كان عليه أن يتعامل معها بشكل سياسي وليس بشكل أمني. أيضا الطائفية التي تطغى على العراق أدت إلى كل ما نحن فيه الآن. احتجاجات الشعب العراقي خاصة في جنوب البلاد هي احتجاجات لرفض الطائفية على كل المستويات. تدخل مقتدى الصدر وهو شيعي بتصريحات ضد عادل عبد المهدي يؤكد أن الشيعة نفسهم
على خلاف مع بعضهم البعض في هذه الآونة. ومن هنا الفرقاء الذين يحركون المواطنين سواء ضد عادل عبد المهدي أو ضد الطائفية لن يتوقفوا إلا مع استقالة الحكومة العراقية وتشكيل حكومة جديدة لا تقوم على الطائفية. المواطنين الذين يعني لديهم حسرة على وطنهم ولديهم حسرة من التفرقة الشديدة على أسس طائفية هم الذين يحتجون الآن. الذين يحتجون ليس سنة فقط وليس شيعة فقط، كل مكونات الشعب العراقي انتفضت لترفض هذه الطائفية. إيه اللي جاي جديد؟ يا إما مزيد من الدماء يا إما مزيد من الاحتجاجات أو الاثنين مع بعض أو التهدئة، وهذا ما لم يلحظه أي مراقب في الوضع العراقي. نعم، على كل حال نتمنى السلامة طبعا للعراق الشقيق. شكرا جزيلا كاتبنا الكبير الأستاذ صبر الجندي الكاتب الصحفي بجريدة الهام، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى عناوين الصحف المحلية، والبداية بصحيفة الأخبار. قمة مصرية مجرية بالقاهرة تناقش قضايا الهجرة غير الشرعية، وفي لقائه وفد الأقباط الكاثوليك السيسي الدولة حريصة على إرساء قيم التعايش وحرية العبادة. ومن جانبها كتبت صحيفة الأهرام تعاون مصري مجري في السكك الحديد وتحلية المياه وكذلك الطاقة، تدريب مصري بريطاني على مكافحة الإرهاب، مواجهة صعبة بين الأهلي والنجم الساحلي الليلة. ومن صحيفة الجمهورية السيسي حلول سياسية لأزمات المنطقة وتسوية القضية الفلسطينية بحل الدولتين، بلومبرج تشيد بتحسين الاقتصاد المصري ونجاح الإصلاح لأكثر من 1,200,000 طالب وطالبة الامتحان ورقي لأولى ثانوي وإلكتروني للصف الثاني الثانوي، وإجراءات لمنع التسريب والمحافظات مسؤولة عن التأمين. من صحيفة المصر اليوم المحافظون الجدد يبشرون مهام عملهم، والصرف والمياه والإشغالات أبرز الملفات. انطلاق تطوير القاهرة الإسلامية، ومدبولي يتابع التحول الرقمي لمنظومة إنفاذ القانون، والدولة تسترد نحو 420,000 فدان زراعي و37 مليون متر مباني. إلى الصحف العربية، ونبدأ من صحيفة الخليج الإماراتية. تعليق مفاوضات اللجنة الدستورية السورية ودمشق طلبت بالتوافق على الثوابت وإدانة الإرهاب والاحتلال ورفع العقوبات. عون وبري والحريري يتلقون رسالة دعم عربية للبنان. عباس يطالب بتدابير عملية لحماية الفلسطينيين. نرصد من صحيفة البيان إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتعزز الاستيطان في 11,000 وحدة جديدة بالقدس المحتلة، وأصحاب محطات الوقود يبدأون إضراباً مفتوحاً في لبنان. ومن صحيفة الشرق الأوسط، غضب ليبي وتوتر إقليمي بعد اتفاقات بين السراج وأردوغان. أبو مازن يدعو العالم لاعتراف بالدولة الفلسطينية، والإجراءات الأحادية والمناورات إدمان حوثي يرسخ الانقلاب. ومن أبرز عناوين صحيفة عمان اليوم، نطالع الجامعة العربية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية وترفض القرارات الأمريكية، وبسبب الظروف الأمنية تأجيل مسيرات العودة في قطاع غزة، وواشنطن تتهم موسكو بمساعدة دمشق في إخفاء استخدام الأسلحة الكيميائية، والجيش الوطني الليبي يشن ضربات جوية قريبة من حقول نفط جنوب غرب ليبيا. وفي إطار الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ولمزيد من إلقاء الضوء على أخبار فلسطين، ينضم إلينا عبر الهاتف عبر سكايب من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام في جامعة القدس. رح بيك دكتور أحمد بداية، ومن خلال مطالعة حضرتك للصحف اليوم، هل لك أن تطلعنا على أهم وأبرز الأخبار في هذه الصحف الفلسطينية وكذلك التعليق عليها؟ صباح الخير. صباح الخير. بعد 72 سنة تقريبا منذ القرار في هذا مثل هذا اليوم في مجلس الأمن والجمعية العمومية، وعندما وافقت 33 دولة
على تقسيم البلاد بقرار اسمه قرار 181، تقسيم البلاد أو تمزيقها. نحن الآن أمام صحف المحلية الصادرة لهذا اليوم في الأراضي الفلسطينية، لنشاهد أن هذا التقسيم أو هذا التمزيق لم يؤدي إلى نتائج. فقد عنونت الحياة الجديدة صدر صفحتها الأولى بهذا العنوان: استشهاد مواطن وإصابة نجله من يلطا، والاحتلال يهدم 5 منازل في بيت كاحل وعصيرة الشمالية، مخطط لبناء 11,000 وحدة استيطانية على أراضي مطار كلنديا المهجور لتوسيع مستوطنة عطرات. أما في الأيام فتعكس أيضا هذا الواقع العجيب الذي ولد بظهور دولة إسرائيل، الاحتلال يهدم بيوتا ويجرف أراضي ويقتلع أشجار وإصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات. والاحتلال يخطط لبناء 11,000 وحدة استيطانية فوق أراضي مطار كلنديا لتوسيع مستوطنة عطرات. أما جريدة القدس فتقول: وزارة الإسكان الإسرائيلية بدأت بإجراءات أولية تمهيدا لتنفيذه، مخطط لبناء 11,000 وحدة استيطانية على أرض مطار القدس. والرئيس يدعو العالم إلى عدم الاعتراف بالوضع الذي تخلقه سياسات إسرائيل. وأبو الغيط يقول: أمريكا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر للقضاء على حل الدولتين. كما قلت يعني بعد 72 سنة من قرار التقسيم أو التمزيق، هذا هو الواقع هذا صباح هذا اليوم: قتل، مصادرة، إصابات واستيطان ومزيد من العنصرية ومزيد من القتل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة. دكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام بجامعة القدس، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى الصحف العالمية، ونطلع من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. الخارجية الروسية نأمله في إجراءات مناقشات مثمرة في الاجتماع الأممي حول الاتفاق النووي الإيراني. وواشنطن تدعو كوريا الشمالية لتجنب الاستفزازات بعد تقارير عن إطلاقها لقذيفتين. ومن صحيفة البايس الإسبانية، فشل مسعى روسي لمنع التحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وصافي الهجرة لبريطانيا تراجع لأدنى مستوى له في 6 سنوات. البرلمان الأوروبي يعلن حالة الطوارئ المناخية والبيئية. ومن الجاردن البريطانية، الصين تتوعد أمريكا برد انتقامي ردا على تشريع أمريكي يساند الاحتجاجات. ومحتجين في هونغ كونغ يردون بمسيرة الشكر. وترامب يقوم بزيارة مفاجئة لأفغانستان ويعبر عن أمله في وقف إطلاق النار. من صحيفة ليموند الفرنسية، تركيا تتهم فرنسا بحماية الإرهاب في سوريا ردا على انتقادات جديدة أطلقها إيمانويل ماكرون ضد عملية الأنقرة عملية عسكرية. الآلاف يتظاهرون في كولومبيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وننتقل لأبرز التصريحات في صحف اليوم، والبداية بصحيفة الأهرام. الرئيس السيسي: تعزيز التفاهم المشترك لمواجهة الفكر المتطرف وأزمة اللاجئين. ورئيس المجر: لا يمكن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية بدون مصر. من صحيفة مصر اليوم، مفتي الجمهورية: تدريب مجموعات متخصصة لمواجهة أسئلة الإلحاد. ومن صحيفة البيان الإماراتية عون: الوضع في لبنان لا يحتمل ولا يحتمل شوكة. ومن صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ: مفاوضات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. فيدريكا موغريني: فكرة حل الدولتين أمست محل شك. والرئيس الصيني جي شين بينغ: ندعم قضية فلسطين العادلة لاستعادة حقوقه المشروع. ودائما ما تكون الصور أكثر تعبيرا من الكلمات، وأبرز الصور في صحف اليوم نتابع.
وبعيدا عن السياسة نقرأ من صحيفة اليوم السابع عنوان يقول: أضرار اللحوم المصنعة أهمها السرطان. اللحوم المصنعة هي اللحوم التي تم حفظها عن طريق التدخين أو التمليح أو معالجة أو إضافة المواد الحافظة الكيميائية، ومنها على سبيل المثال الهوت دوغ واللانشون. وقد أوضح باحثون أمريكيون أن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة والقولون، ولذا يوصي الباحثون بتجنب تناولها. أما صحيفة الشرق الأوسط فنشرت دراسة جديدة بعنوان الكولاجين استخدم ديمات صحية استخدامات صحية وكذلك علاجية. قال فيها: الكولاجين هو أهم مركب من البروتين غير القابل للذوبان، الأكثر وفرة في الجسم الإنسان، وهو المكون الرئيسي لأنسجة العظام والعضلات والجلد والأوتار، كما يعد أقوى من الفولاذ لأنه يضم مكونات الجسم كله مع بعضها البعض، والتي تشكل الهيكل البنائي للإنسان. وكذلك يساعد اتباع نظام غذائي صحيح في إنتاج الكولاجين، مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على البرولين وفيتامين A وفيتامين C وكذلك النحاس. ونتعرف من صحيفة البيان الإماراتية على أفضل فاكهة للتغلب على التوتر. نشرت الصحيفة دراسة بريطانية حيث تؤكد أن التوتر النفسي المستمر يمثل خطراً كبيراً على الصحة، لأنه يرفع الإصابة بضغط الدم وألم الظهر والشد العضلي واضطرابات النوم. ولتجنب هذه المخاطر الصحية، نصحت الدراسة بتناول الموز، والذي يعد سلاحاً فعلاً لمحاربة التوتر النفسي لاحتوائه على مادة المغنيسيوم. والآن وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتير لصحف اليوم. ختاما نشكر لكم طيب المتابعة. لقاء رأس الساعة في موجز إخباري. إلى اللقاء.